فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي طفل ولد وفي كلتا يديه 6 أصابع، ورأى الطب أنه فيه تشويه ويحتاج إلى إزالة الأصبع الزائدة بعملية، ما حكم الشرع في إزالة هذه الأصبع؟ لا بأس بذلك، إزالة التشويه إذا كان ما فيه ضرر على الإنسان ولا خطر ما في بأس، بل هو مطلوب. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.